يقينا نخفف المعاناة، يقينا نحاول أن نزرع بسمة، أن نزيل ألما، أن نزرع إسعادا في قلوب الناس. من هذه المشروعات التي حرصنا عليها وهو مشروع من مشروعات كثيرة هو إنجاز المرحلة الثانية من قرية السلام. قرية السلام النموذجية ربما تكون هي الأولى من نوعها في الشمال السوري. قرية السلام هي واحدة من سلسلة قرى قامت منظمة البنيان المنصوص على إنجازها في الشمال السوري، وبالتحديد أو بالتركيز على مدينة جرابلس. تفضل الله عز وجل. جاهز لك وجهك يا عمي يا عيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إدريس ساطم مدير الإغاثة والخدمات الاجتماعية بالتنسيق بين المجلس المحلي بجرابلس ومنظمة البنيان المرصوص. تم اليوم افتتاح قرية السلام الثانية. عدد الشقة الموجودة 70 شقة، منها 17 شقة جاهزة تم توزيعها على المستفيدين الفقراء والأيتام والأرامل، وباقي الشقق قادمة للإنشاء. ونتمنى أن يكون المشاريع القادمة أكبر من هذه المشاريع وتسكين أهلنا المهجرين بمكان يليق بهم. التي تمت بفضل الله بعد سعي دؤوب وعمل متواصل وجهود كان همها الفلاح والنجاح. حياكم الله وبياكم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. رئيس المنظمة البنيان المرصوص سيد عبد الله غنوم وأعضاء فريق المنظمة الكرام، باسم الإدارة منظمة أفد نشكر جميع الحاضرون على هذه الافتتاح قرية السلام المرحلة الثانية، ونخص بشكر فريق المنظمة لإنجازهم هذا العمل الخيري